بكره هينطلق عرض فيلم الابطال في السينمات في دبي، ده طبعا من بعد ما انطلق عرضه من كام يوم في السعوديه، وسبقته حمله ترويج كبيره جدا ومشاركه مميزه للفيلم في مهرجان البحر الاحمر السينمائي في جده. طبعا انتم ما صرتوا تعرفوا انه الفيلم من بطوله ياسر السقاف وفاطمه البنوي ومجموعه ممثلين من اصحاب الهمم، قصته بتحمل معاني انسانيه عميقه. نحن كنا موجودين في كواليسه. اليوم نحن نتكلم عن فيلم اجتماعي، أتوقع أنه راح يلمس كثير من الناس، عن فئة معينة في المجتمع، ضمن المجتمع وجزء كبير من المجتمع حقنا. وهذا هو رأي ياسر سقاف بفيلمه الجديد أبطال، اللي عم بيجسد فيه شخصية المدرب خالد، وراح نشوفه عم بيمرن فريق من أصحاب الهمم. طبعا يخش في صراع نفسي يعني مع نفسه، انه يبي يدرب فريق ذوي الاحتياجات الخاصه، مضطر هو لانه يعني سوى مشكله وانسحبت رخصته، وهذا الحل الوحيد عنده المطروح على الطاوله، انه يدرب ذوي الاحتياجات الخاصه لمده معينه عشان ترجع رخصته ويرجع للتدريب. فهو داخل وهو ما هو مقتنع، ولكن احداث الفيلم تدور الى نهايه القصه وانه يكسب شيء كبير معاهم. وتجسيد الشخصيه ما كان عليه أبدا. هذا الدور يحتاج كثير من الحاسيس، من العواطف، من يعني أنا إنسان في طبيعتي مبتسم، يمكن الشباب يعرفوا يعني دائما فرحان، في هذا الفيلم ابتسمت مرتين فقط، فكان يعني تقمص للشخصية كان صعب جدا، احتجت كثير من الطاقة. والشخصية المساندة له واللي رح نشوفها دائما إلى جانبه بأحداث العمل هي خطيبته ندى، اللي بتلعب دورها فاطمة البنوي. أنا بلعب دور يدعم تصاعدات البطل وتحركاته وأحداثه أو الأرك حقته، كيف يتحول البطل معانا من أول مشهد نشوفه فيه إلى آخره، المفروض أنها هي من مهامي في هذا الفيلم. كيف كده؟ كيف تنسحب؟ واحد عمره 30 سنة يتصرف كان عمره 6 سنين، كيف تبين أدربه؟ ومن الواضح أنه فاطمة كتير تعلقت بهالعمل، خاصة بالفريق اللي عم بيدربه خالد. الأبطال الفيلم اللي هم من ذوي الاحتياجات حركوا قلبي فيه، يعني حركوا فينا كلنا، ربطونا بطريقة جدا عفوية وجدا إحنا في هذا الزمن في حاجة ليها. هم عندهم طريقة للأسف ممكن كثير مننا يتناساها أو يتغاضى عنها، وهذا بالذات اللي خلى الفيلم يكون مميز. وما بيعالجهم بالطريقة التقليدية اللي دائما بنشوفهم فيها، المرة دي لا، بيتكلم عن كيف نشوفهم كناس طبيعيين موجودين عندنا في المجتمع. أغلب النكات، أغلب الحوارات هي مأخوذة منهم أصلا، يعني من طبيعتهم. ففيلم أبطال بيحمل رسالة مهمة قدر فريق العمل إنه يوصلها. We're trying to create visibility and awareness of the special need people. You know, I think that somehow people in the world tends to ignore them and even to hide them in some cases. And I think we have to show how they are, you know, the values they have, and this movie show it. وصحيح أن العمل رح يكون مليء بالمشاهد الحساسة والمليئة بالعواطف، إنما الملفت هو طريقة تمثيل الفريق من أصحاب الهمم. We are working with professional actors, but also we are working with some people that they are not professional actors, but they are really nice actors. There are these people that we met with these disabilities, and I love to work with them. It was amazing experience.